اول حاجه دوالي المريء او بيسموها الفاريكوز فينز. يعني ايه دوالي مريء؟ دوالي مريء معناها انه في دوالي او في اوعيه في المريء او في جدار المريء بدات تتملي دم. جت منين الاوعيه دي؟ جايه نتيجه ان في حصل سيروزس اوف ذا ليفر، يعني ايه؟ تليف الكبد. طب تليف الكبد جه منين؟ تليف الكبد معناها انه الكبد بقى عامل زي حته الصخره، او بقى عامل زي حته الايه، الحاجه المتليفه. يبقى الدم اللي رايح له هيرجع تاني، لما يرجع تاني يرجع من جدار المعده يطلع على جدار الايه، المريء. فيحصل ايه؟ يحصل ان الاوعيه دي تنزف. لما تنزف المريء ينزف، يبقى الانسان حاجه من اتنين، يا يرجع دم يا اما يتبرز دم، يرجع دم يا اما يبرز دم. كل دي من اعراض ايه؟ امراض الكبد. وامراض الكبد دي ممكن تكون التهاب كبدي فيروسي، ممكن تكون واحد بيشرب كحول، واحد بيشرب سجاير كتير، ممكن كبد مترسب عليه دهن كتير، وهكذا. طيب الجلطات الدمويه دي ممكن تسد الوريد البابي؟ ايوه، وتخللنا الوريد البابي ده ينسد، والوريد البابي ده اللي رايح للكبد طبعا، لما ينسد يرجع الدم تاني على الاوعيه بتاعه المريء فيرجع. ممكن تكون عضوه طفيليه زي البلهارسيا زمان، زي مثلا بتدمر كانت الكبد، بتدمر الرئتين، بتدمر الامعاء، في بعض الطفيليات بتدمر الكبد زي الديدان الكبديه. طيب عندنا عادات صحية خاطئة زي التدخين، زي شرب الكحوليات. التدخين بيدمر أوعية الدم كلها، ممكن يخلي الأوعية كلها تقفل. طبعا معاه السهر، معاه السمنة، كل ده بيخليك ترجع دم. طيب ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي معناه ايه؟ معناه ان المنطقة المحيطة بالمريء من تحت، وممكن تكون المنطقة المحيطة بالسرة، وممكن المنطقة بتاعت الشرج كمان. التلات حاجات دول اللي هما بيسموها البورتو سيستميك انستوموزس، ممكن الدم فيها يعمل دوالي، سواء دوالي مريء او دوالي خصيه او دوالي اللي هي اللي بتبقى كابوت ميدوزا حوالين السر دي. تعالوا نشوف بقى دوالي الخصيه قبل ما نتكلم على دوالي المريء. طب انا دوالي المريء دي واحد بيرجع دم، هتعمل له ايه؟ اللي بيرجع دم ده ما دام فيها ترجيع دم، لا دي مستشفى، خلي بالك معايا. احنا قلنا قبل كده نزيف، انا بنزف دم من مناخيري، برجع دم، بكح دم، ما فيهاش هزار، دي نطلع على فين؟ على المستشفى. وهيخش على المستشفى استقبال حوادث. يعني ايه استقبال حوادث؟ يعني راجل بينزف هيروح على المستشفى يعمل له حاجتين ثلاثه، هيخش بالمنظار ويعمل له ربط للدوالي زي ما هنشوف الفيلم دلوقتي، وهيمنع نزول الدم. لكن هيعالجه بخمس طرق. اول حاجه هيعوضه بالدم اللي اتنزف فينقل له دم. ثاني حاجه يديله فيتامين كي، هيديله انتوبيوتيك لو كان في انفكشن او عدوى. خلاص هيعمل له ايه ثاني؟ هيحن له الدوالي بالاندوسكوب، او بيدخله حاجه زي الايه؟ الخرطوم كده، بنسميها الايه؟ المنظار، المنظار الايه؟ البطني. خلاص كل دي اجراءات تتم في المستشفى. يبقى دوالي المريء وبتنزف دم ما ينفعش عالجها في البيت، سهله. لكن لو ربط الدوالي، لو ربط الدوالي والدم اتمنع والنزيف اتمنع، ممكن بعد كده يروح البيت ويدي له علاج بقى يحافظ عليه، ويرجع له كل شهرين ثلاثه مره او كل ثلاث شهور مره يعمل له منظار يشوف الدوالي اللي حقنها اخبارها ايه. لكن قبل ما اعالج الدوالي اعالج ايه؟ اعالج الكبد، لانه الكبد هو اللي تليف عمل لنا كده. وفي علاجات للكبد طبعا، احنا قدمنا علاجات كتيره للكبد، وقدمنا الراويند والعسل، وقدمنا حاجات الخرشوف والحاجات صديقه الكبد اللي ممكن تعمل ريجنريشن وتجدد خلايا الكبد تاني. الكلام ده جميل جدا ومهم قوي قوي قوي. نرجع بعد كده لدوالي الخصيه. دوالي الخصيه معناها ايه؟ معناها انه في بعض الاوعيه اللي موجوده حوالين الخصيه، الاوعيه الدمويه بدات تكتر وتتدلى. يا ترى بتكتر ليه وتتدلى ليه؟ لازم يكون عندي اسباب. ماشي، ما هي اسباب دوالي الخصيه؟ المفروض ان كل الاوعيه اللي في الدنيا اوعيه دمويه بتنزل دم، والمفروض انها بتمنع الدم انه يرجع من الطريق ده. يعني الشرايين بتنزل دم، الاورده بتطلع دم، ولها صمامات بتقفل عشان الدم ما يرجعش تاني. يعني ايه دوالي؟ الدوالي يعني الصمامات اللي موجوده في مناطق مختلفه من الاورده ما بتبقاش تقفل كويس، فالدم يرجع ويتخزن، يرجع الدم ويتخزن ويتحقن، فيبقى الناس حاسه بان الخصيه متضخمه، خصيه متمدده، بتعمل الم شديد جدا، في ناس ما بتنامش منها وكذا وكذا. طب هل يا ترى الخصيه كده بيجي لها تمدد لوحدها، ولا حصلت عادات سيئه وعاده سريه وسهر بالليل وبناطيل ضيقه وناس مقطعه البناطيل وماشيه بالبناطيل العريانه لغايه لما تيجي بتصوت من الخصيه؟ والله العظيم بيصوتوا من الم الخصيه. احفظ الله يحفظك، ارحم نفسك، حرام عليك، ارحم نفسك. فدلوقتي انا عندي الخصيه اتملت دم، فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه ده بيأثر على نمو الحيوانات المنويه. خلاص الدم بدأ يتدلى
او الاوعيه بدات تتدلى وبقت المشكله. المشكله دي يعني الاوعيه اللي اتملت دم دي وعامله لي الم شديد وعامله لي مشكله، بيبتدوا يربطوا الاوعيه دي في بعض العمليات ويقطعوا الاوعيه دي ويرموها. في بعض الاحيان العمليه بتعدي بسلام، لكن في 90% من عمليات دوال الخصيه بتؤدي الى عقم ونقص الحيوانات المنويه ومفيش انتصاب والعوض على الله. وضحت؟ طيب ده كانت عمليه ايه؟ دوالي الخصيه. طيب نشوف بعد كده عندنا ايه؟ نعم، ممكن يعمل عمليه بالمنظار ان هو يخش بيه عن طريق زي ما انتم شايفين كده الوريد، وينزل من الوريد على الوعاء، وينزل من الوعاء على الباس ديفرنس، ويعدي على الاوعيه، وممكن يحقنها زي ما انت شايف كده، يعني بدل ما يقطعها ويرميها بيحقنها بسائل وبعدين يشفط، فالسائل ده يقفل فقفله الاوعيه المتمدده. طبعا من رحمه ربنا انه عامل كذا مسار للاوعيه، يعني دي بلكسس. يعني ايه بلكسس؟ يعني شبكه، فلو سد مجموعه منها المجموعه الثانيه بتبقى شغاله، لكن لو سدها كلها البني ادم خلاص ضاع. فالحمد لله ان ربنا عمل للتغذيه كذا وعاء. طيب اعراض دوال الخصيه، ايه اعراض دوال الخصيه؟ الم شديد جدا، تدلي او اورده متدليه فعامله شكل وحش جدا في الخصيه، الم شديد جدا، ساعات بتدي سخونيه، ساعات بتعمل منطقه الحوض كلها بتدي بلفيك كونجيشن، فيقول لك انا مش قادر امشي، الحوض كله ملتهب. كل ده بسبب ايه؟ البرد والعاده السريه والبناطيل المقطعه و و و و والاخر لما يجي له مرض زي ده يصوت ويعض في الارض ويقول الحقوني. فانا بقول له من اول احفظ الله يحفظك. طيب دي كانت اعراض، اعراضها بقى الام شديده زي ما قلنا وسخونيه والم و. طيب اسبابها ايه؟ قلنا اسبابها السهر، اسبابها العاده السريه، اسبابها يعني نعم اللبس الضيق، البناطيل الضيقه، اسبابها البناطيل المقطعه، لاني لا ينفع امشي عريان واسيب الخصيه تبرد، ولا ينفع اخنقها واسيبها، ولا حتى ينفع اقف في مكان سخن كتير، لانه الناس اللي بتشتكي برضو اللي هي واقفه قدام افران او واقفه قدام كذا بتشتكي جدا من دوالي الخصيه. طيب علاج دوالي الخصيه ايه؟ علاج دوالي الخصيه او علاج الالم الشديد اللي بيحصل منها ايه؟ ان انا حاجه من اتنين، انا كطبيب بدي مسكن، بدي مسكن للالم، واقول لك لو سمحت بطل العاده السريه، لو سمحت ما تبصش في المحمول كتير، كل ما تبص في المحمول كتير على صور عريانه انت هتضيع وتضيع نفسك. الحقيقه انا يعني لما عملت الحلقه اللي فاتت كنت بتكلم عن السهر واضرار السهر، وقلت ان السهران ده بيدمر نفسه وبيدمر المجتمع. ليله الحلقه دي بعد ما نمت من الحلقه دي شفت رؤيه غريبه جدا، شفت احد المخرجين، واحد المخرجين ده بيعمل ايه؟ احد المخرجين ده الجاي في برنامج وبعدين طلبوا منه المحمول بتاعه، فخدنا المحمول لقيناه حاطط صور عريانه لجميع الممثلات الموجودين في الساحه. فانا قلت يا جماعه يعني ده في الرؤيه، رؤيه مناميه، رؤيه في المنام. قلت يا جماعه ان هذا الكلام لا يصح، وطلب مني انا اجعل المحمول. فالحقيقه ما فكرتش في الموضوع ده، انما دخلت مكتبه، ركز معايا في الرؤيه، انا دخلت مكتبه علشان مكتبه كتب، فدخلت عشان اختار كتب. ايه لقيته في المكتبه؟ لقيت في الكتب ما لقيتش كتب، ما لقيتش في المكتبه كتب، انما لقيت لسته كده محطوطه. بقول للراجل فين الكتب؟ قال لي دي لسته الكتب الموجوده. ما لقيتش كتب، انما لقيت سيدات وبنات وعريانه تماما كما ولدت امها، وكاني انا بدل ما اخش مكتبه دخلت ايه؟ دخلت بيت دعاره. فطبعا انا طبعا قلت لا انا ماليش في الكلام دون، انا يعني بحب ربنا، دي رؤيه في المنام والله، والكذب في الرؤى من الكبائر، اللي بيكذب في الرؤى بيروح النار. وبعدين طلعت من هذا الكلام، فلما طلعت الراجل على الباب بيقول لي الفيزيتا، قلت له فيزيتا ايه يا عم انت؟ انا ما عملتش حاجه. قال لي لا ما هو ما ينفعش تمشي كده. قلت له انا عايز كام؟ قال لي عايز 1000 جنيه. قلت له 1000 جنيه ليه؟ فانا كان في جيبي شويه فكه كده ما اعرفش 100 جنيه بتاع، قلت له معيش غير دول. قال لي شكرا خدهم. انا مشيت اقول يا نهار اسود ايه ده؟ ده الدنيا اتملت فساد. امال الشباب يعمل ايه؟ طب انا قلت حرام وعيب و واتقي في اليقظه، تقي في المنام. يعني ايه تقي في اليقظه؟ يعني لو انت بتتمنى الشر وانت نايم هتشوف البلاوي السوداء على اهلك عشان انت عره وما عندكش ضوابط. طب انا قلت دلوقتي الشباب ده نعمله ضوابط منين؟ كنا بنقول يعني اقرا قران، صلي، خليك مع ربنا علشان نعمل له فرامل. اذا انت ما عملتش للشباب ده فرامل هيضيع منك، والله العظيم الشباب هيضيع، هيضيع منك بالجنس المباح على المحمول، وهيضيع منك بان ما فيش شغل يستوعبه، وهيضيع منك يبقى اجرام. يبقى انت الشباب ده قدامك ثلاث طرق، يا اما تستقبله في المستشفى يبقى الشباب هيشربك في المستشفى والمستشفيات اتملت الحمد لله، يا اما الشباب ده هيشربك في اقسام الشرطه ولاقسام الشرطه اتملت جرائم، ها، يا اما هيشربك شحاتين في الشارع ونايمين في الشوارع.
يعني وتتخطف بقى كل حاجه وجرائم سرقه. مين اللي يعمل الناس دي فرامل؟ الدين، الاخلاق، القران. والله العظيم والله العظيم من غير دين الشباب يضيع، واذا الايمان ضاع فلا امانه ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. طيب نرجع ليه علاج دواليب الخصية. دواليب الخصية ان الناس تغض بصرها وتبطل النظر في الصور العريانه اللي في الاخر بعد سن 30 سنه هتلاقي لا في انتصاب ولا في خصية ولا في اي حاجه، ولا قد نبذ رصيدكم. انا كل يوم عندي عشرات الشباب مفيش، خلص، انت خلصت رصيدك بدري وضيعت الدنيا، محدش حذرك، محدش قالك ان كده غلط، لا. طيب علاج دواليب الخصية يبقى اول حاجه لو عنده الم هديله مسكن، لو هو كويس هقول له يعني خليك كويس، لو الموضوع كبير هيخش عمليات طبعا.